قرار الرئيس الأمريكي الأخير بالاعتراف بمغربية الصحراء أمس يشكل انتصارا جديدا لمجموعة الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة بقيادة الملك محمد السادس والفريق الاحترافي الذي يشتغل في السلك الدبلوماسي المغربي. كذلك هذا يأتي في غضون تحولات عميقة تعرفها المنطقة ما بعد الربيع العربي وما بعد تسلم ترامب لمقاليد الحكم في أمريكا. نرى تحالفات جديدة مبنية على الواقعية السياسية وعلى التقارب الاقتصادي والثقافي والتكنولوجي. هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الجزائر الآن أصبحت في موقف حرج ولا يمكن إلا أن تبحث عن رد الساعي ساعين أو فتح دواليب الحوار وفتح قنوات الحوار مع المغرب ومع الفرقاء الآخرين الذين يشكلون طاولة الحوار في هذه القضية. هذا النوع من الإعلانات الرئاسية لا يتأثر بالزمن الذي سنت فيه هذه الإعلانات. هذا الإعلان الرئاسي لا تنتهي صلاحيته مع انتهاء المدة الرئاسية للرئيس الحالي دونالد ترامب، إلا إذا اختار الرئيس المقبل جو بايدن التخلي عن هذا القرار. لكن ربط اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء بعودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل إلى ما كانت عليه قبل سنة 2002 هو ورقة رابحة بالنسبة للمغرب من أجل الضغط على جو بايدن، لأنه بتخليه عن الاعتراف يمكن أن يهدد المغرب بسحب هذه العودة إلى العلاقات مع إسرائيل، خصوصا أننا نعرف قوة اللوبي اليهودي في أمريكا وعبر العالم.